هذا الشارع اللي موجود هنا أعلى بحيرة حمرين أو صحراء حمرين، مثل ما جاي تشوفون هاي التكسرات اللي موجودة اللي خلفها الفيضان قبل 3 سنوات، من 2019 لليوم ما تم إصلاحه. كوارث هذا الشارع مو؟ مردنا مريد. مردكم مريدة؟ لا تيارات، لا صدور، لا بط حدادية. طريقك منا أنت؟ طريق كله منا، أروح فارغ منا وجه محمل. وين أهلك؟ أهلي بالحلة. بالحلة، مردكم مريد هذا الشارع؟ مردنا مريد، أذية كلش أذية. أذية لكم. كلش. ممنون، شكراً. شكراً. عمي هذا الشارع أذية. مو بس أذية، والله شلعان قلب، ما ظل بينا. لا صدر سيارة، لا تايرات. علي من ندعي ما أعرف. اختارينا والله مو حاله قالوا راح يصير هذا الشارع وين يصير والله كله كذب بكذب الله وكيلك محمد كفيلك تعال شوف وين الاهل والله بخانقي خانقي بالله العظيم دمار هاي البحيره من جفت اذتكم مو جف اذت العالم كلها هاي اذت العالم كلها اذت العالم كلها يعني هذا هذا حال والله فوق جفافه هذا الشارع انت بس تعال شوف هم يطلعون بالتلفزيون يقول والله دفن هو وين الدفن مالهم تعال شوف شوف كذب هو هذا دفن يضحكون على العالم عمي والله العظيم بوق علني تعال شوف ممنونين يا عم والله دمرونا والله العظيم الله يعني لا تاير لا سياره لا هلاك هلاك تعال شوف اللوري هاي 10 كيلومتر منا كلها بس احنا ما خالي يا عم سياراتنا صغار مو مشكله هسه ندبرها بس هاللوري هذا شوف الله يساعد امي والله اي والله اي والله الله يساعد المحملين الله قواك الله حجي ممنونين ممنونين الشارع اذيه اي والله الشارع اذيه والله طريقك انت منا دائم اي والله دائم موتنا والله هذا الطريق موت حمر صار اليوم 6 ايام ملل فتنا ومليينا قالوا راح يسووه اي شو وقت يسوونه والله ملينا روحنا طلعت من هذا الشارع روحنا طلعت لو بس دابين سبويسات وهيش حادين الاحسن من هذا الشارع موت حمر لا طلعتنا صديق سياره تدمرت الله يساعدكم اي والله الله يسلمكم انا اهلي بعقوبه قاعد بعقوبه أيوة. هاي البحيره مو كانت هنا بحيره هو الشارع شخذ اخذت البحيره المي اخذها والله ممنون رحمه الله وديك بالسلامه دام دمرنا دمار هذا الشارع اذيه ها اي والله اذيه ماكو طريق ثاني غيره اكو طريق ذاك امام ويس بس ذاك طريق امام ويس ما مأمن بالكامل يعني ما مأمن بالكامل اي يعني طريق جبلي طريق بالجبل ويخوف يعني الناس نضطر نمشي بهذا هذا الشارع فعلا صار معضله يقال انه تم احالته حاله هذا المشروع تعبيد هذا الشارع مع الشارع القريبه ب 60 مليار لكن للاسف للان ماكو شيء ملموس بالواقع على الأساس دفنوا هذا الشارع لكن هو التكسرات اللي موجودة على طول 10 كيلومتر وصعوبة الوصول وخصوصا بالنسبة لسيارات الحمل اللي جاي تجي من الشمال عن طريق دياله